أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم مجدداً ونستهل لقاءنا بأبرز العناوين. المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية يزور الرعية في مدينة الصلب. المطران جوزيف جبارة في زيارة لمكتب نورسات الأردن. أهلاً بكم. قام رئيس الأساقفة بيير باتيستيا بيتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بزيارة رسمية تعد الأولى إلى مدينة الصلط. التقى خلالها أبناء الرعية في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين وعدداً من أعيان ونواب ووجهاء المدينة. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في التقرير التالي. كانت مدينة الصلط وأبناؤها ووجهاؤها ورعية اللاتين فيها على موعد مع ضيفها الكبير رئيس الأساقفة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بيير باتيستا بيتسابالا الذي زار المدينة لأول مرة بهدف تفقد أبناء الرعية وأحوالهم ومتطلباتهم. رافقه فيها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وأمين سر البطريركية الأب إبراهيم شوملي والأب جوزيف سويس ولفيف من الآباء الكهنة. ولدى وصول الموكب كان في الاستقبال راعي كنيسة اللاتين الأب رياض حجازين وعدد من كهنة المنطقة والراهبات اللواتي يخدمن الكنيسة من راهبات الوردية وسيدات الأخوية المريمية ومديرة مكتب فضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان، إضافة إلى عدد من أهالي المدينة وأبناء الرعية بمشاركة كشافة رعية يسوع الملك المصدار. واصطحب كاهن الرعية الأب حجازين المدبر الرسولي في زيارة لمزار القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة، حيث التقى بالراهبات وعدد من أعضاء الأخوية المريمية وأبدى إعجابه بالمكان، شاكرا عائلة الدكتورة السمعان على تبرعها السخي لمزار القديسة ألفونسين. ثم قرعت أجراس الكنيسة وسط ترانيم دينية استعدادا للاحتفال بالقداس الإلهي. وخلال القداس ألقى الأب حجازين كلمة رحب فيها برئيس الأساقفة وبالحضور الكرام، ثم تحدث عن رعية الصلط وعن العلاقة القوية والمتينة التي تجمع أبناء المدينة مسيحيين ومسلمين. فالصلط بمسلميها ومسيحيها تطالب ببناء مدرسة وكنيسة في أرض السرو المدخل الرئيسي لمدينة الصلط، لأنهم على يقين من أهمية هذه المدرسة في خلق جو من الإخاء والمحبة بين جميع السكان على مختلف معتقداتهم. وفي العظة تحدث المطران الشوملي فقال إن الكنيسة تحتفل بعيد يوحنا المعمدان، هذا القديس الذي نتعلم منه العديد من الصفات، منها أن نشكر الله دائما على كل نعمة فهو يهتم ويعتني بنا باستمرار، مضيفا أن الإنسان المتواضع يبقى محبوبا من الرب والناس، داعيا الجميع إلى الجرأة في قول الحقيقة. إخوتي وأخواتي، الحقيقة شيء جميل. الحقيقة هي الله، الحقيقة هي التطابق بين القول والعمل، الحقيقة أكثر من ذلك هي التطابق بين الفكر والقول والعمل، والحقيقة أكثر من ذلك هي التطابق بين الإيمان والفكر والقول والعمل. وفي نهاية القداس قدم المدبر الرسولي الشكر لكاهن الرعية وللراهبات ولجميع المؤمنين على الحفاوة والتكريم التي وجدها في مدينة الصلط. في البداية بحب أحكي إن مدرسة الصلط مدرسة اللاتين هي أقدم مدرسة من حيث النشأة في شرق الأردن، أنشئت هذه المدرسة عام 1869. وأيضا رعية الصلط، رعية اللاتين الكاثوليك في الصلط هي أقدم رعية في شرق الأردن. والآن نظرا لما تقوم به بلدية الصلط من مشروع لتطوير وسط المدينة التراثي، كان هناك داعي لهدم مدرسة الصلط القديمة لإبراز المعمار والتراث في الصلط، لأن مدينة الصلط بجميع طوائفها ومشاربها ومنابتها
بحاجة إلى هذا المشروع. هذا المشروع لا يخدم فقط طائفة اللاتين وفقط المسيحيين في السلط، ويخدم أبناء السلط كافة، ثقافيا ودينيا وتربويا. قام سيادة المطران بطرس موشي مطران الموصل وكركوك وكردستان للسريان الكاثوليك بزيارة رعوية إلى الإخوة العراقيين المهجرين المقيمين في منطقة الأشرفية بعمان. وبعد تفقد أحوال الرعية ترأس سيادته قداساً إلهياً في كنيسة السيدة العذراء للسريان الكاثوليك بمعاونة الأب زهير كيكي راعي الكنيسة وعدد من الشمامسة وبحضور جمع من المؤمنين. شلومو الخلخون إيوانجيليون قد يشد موران يسوع مشيحو كاروزو تمحيوني تمن ما تشليحو مخرزون ود مخرز حي وفرقون العلم جبنا خيل الدخران شليحة ودموران ولوهان وفرق وديلان يشوع مشيحو ملتوت حيال وهدد باسر بمثلتو قادشتو مريم هولندين وخانوهوان وجاء في العظة التي ألقاها سيادته إنني لسعيد بأن ألتقي معكم اليوم لنشترك في الذبيحة الإلهية، فجسد ودم السيد المسيح الذي نتناوله هو الذي يعزينا ويقوينا ويؤكد لنا بأن الله معنا دائما. الله هو دائما الرازق في كل شيء، أكيدا كنعطى القدرة والفهم والذكاء والطاقات للإنسان حتى يعتمد أيضا مع قوة الله، يعتمد على طاقاته حتى يحصل معيشته، بس تبقى دائما بركة الله هي اللي تزيد هالبركات المادية. لكن إضافة على ذلك نعرف بأنه نعمة الله تجي من فوق وهي اللي نحن تقودنا وترشدنا حتى نبقى أمينين بعلاقتنا مع الله ومع بعضنا بعض، بمعنى أنه إيماننا يبقى قوي. اليوم شوف أنه الخدمة الأخرى المادية هي الخبز والخمر حتى يسوق سد جوعهم، لكن لا ننسى أنه كان أكو شيء قبل وأكو شيء لاحق، أنه هذول الناس جوع حتى يسمعون كلمة الله، بمعنى أنه الإنسان الحقيقي المؤمن ما يحتاج فقط إلى الخبز والخمر حتى يسند طاقته، لكن يحتاج إلى كلمة الله. هالإنجيل أيضا يذكرنا بأنه نحن محتاجين إلى نتغذى من جسد ودم يسوع المسيح. هذا الخبز اللي نحن نعطينه، الهبات القليلة اللي نحن نقدمها هي يسوع يأخذها. ترى البرشانة هي تعب الإنسان، الخمر هو تعب الإنسان، أشياء قليل هي معاناة الإنسان، همم الإنسان، يأخذ يسوع حتى يحوله إلى جسده إلى دمه حتى تتحول هي على غذاء نفسي لجميعنا كلتنا، وشكل نحن نسند بعضنا بعض ونحافظ على وحدتنا وإيماننا. وبركة الله تشملكم جميعا أحبائي، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد آمين. كما ترأس المطران موشي قداسا إلهيا لرعية السريان الكاثوليك في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص بمعاونة الأب زهير كيكي وبمشاركة الأخوة العراقيين المقيمين هناك. Oh,
أبا الأبكيكي بسيادته شاكراً إياه على هذه الزيارة الكريمة وتفقده للرعية وجولته على عدد من الكنائس في محافظات المملكة. قام سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن بزيارة إلى مكتب فضائية نورسات بعمان، رافقه فيها الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقفي العام للروم الكاثوليك، والأب بولس بقاعين كاهن كنيسة الروم الكاثوليك في الكرك، والأب جورج شرايحة راعي كنيسة مار الياس بمرج الحمام، بهدف الاطلاع على نشاطات المكتب والتغطيات التي يعمل عليها سواء كنسية أو محلية، معبرا سيادته عن شكره العميق لمكتب نورسات وطاقم العمل لما يبذلوه من جهد لخدمة الكنيسة ونقل البشارة المسيحية لكل المعمورة. وبدورها قدمت مديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان شرحا وافيا عن مجمل الفعاليات التي ينجزها ويقدمها المكتب لمشاهدي الفضائية في معظم دول العالم وخاصة الأردن. تشرفنا صباح اليوم برفقة أبونا بسام شحتيت النائب العام، أبونا بولس بقاعين وأبونا جورج بزيارة لمكتب نورسات في الأردن، والتقينا مع الدكتورة باسمة سمعان ومع كل العاملين بهذا المكتب. بحب أشكر بهالنهار التلفزيون المسيحي اللي عم ينقل البشارة إلى كل الموجودين في بيوتهم وإلى كل العالم. شكر خاص للقيمين على هالمكتب، لسيما الدكتورة باسمة سمعان، ولكل العاملين بهذه المحطة لأنه عم يبذلوا كل جهد حتى يطالوا كل الرعاية، معظم الرعاية في أطراف المملكة الأردنية الهاشمية حتى ينقلوا البشارة المسيحية لمختلف الأشخاص الموجودين ببيوتهم حتى يعيشوا هذه المناسبة الدينية. كمان شكر خاص لهذه المحطة لأنه من وقت اللي وصلت على الأردن حبوا أن يرافقوني بالاحتفالات في معظم الرعاية اللي زرتها وفي معظم المناسبات اللي عم بتتم في المطرانية للشبيبة للكشافة للأخوية. إذن باسم كل الناشطين في مطرانية الروم الكاثوليك في الأردن شكر خاص لمحطة نورسات للدكتورة باسمة سمعان ولكل العاملين فيها على ما بذلوه وما سيبذلوه من أجل نقل البشارة المسيحية لأطراف المعمورة. شكرا جزيلا. مخيم وعدنا يجمعنا لمجموعات كشافات الروم الكاثوليك في المملكة، انطلق هذا المخيم على وعد بين الكشافة بأن يلتقوا سنوياً بروح ويد واحدة بهدف تعزيز حب العمل الكشفي والأخوة بين الأفراد. إلى المزيد. افتتحت الهيئة العامة لمجموعات كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن مخيم الهيئة الثالث للمجموعات الكشفية التابعة للمطرانية والتي حملت عنوان وعدنا يجمعنا. والتأم ما يقارب 180 شاباً وشابة من أفراد الكشافة في مخيم عمان الدائم الذي استمر لأربعة أيام متتالية وتضمن العديد من الأنشطة والمحاضرات المنوعة التي تحث الأفراد على حب العمل الكشفي والتطوعي وبالأخص خدمة الكنيسة. وألقى الأب الأرشمندريت بسام شحاتيت بحضور الشماس بول جوري ومجموعات كشفية من الكنائس الرسولية كلمة رحب فيها بالمشاركين حاثا إياهم أن يكونوا منارة تشع بنور المسيح في الخدمة الصالحة. الشعار للمخيم الوعد الكشفي يجمعنا، وأيضا هناك بعد روحي للمخيم أخذنا من الحياة الجماعة المسيحية الأولى
في أعمال الرسل 5 من الفصل من الآية 32 للآية 37. كانت الجماعة المسيحية قلب واحد ونفس واحدة، وأخذنا عدة نقاط: أن نكون عين واحدة، أن يسهر الكشافة على بعضهم البعض كجماعة مسيحية مؤمنين، أن ينتبهوا لبعضهم البعض ويهتموا لبعضهم البعض، يد واحدة أن يساعدوا بعضهم البعض الكشافة، وقلب واحد أن يحبوا بعضهم البعض ويشعروا مع بعضهم البعض، أن يكون هناك رجل واحدة الطريق التي يسلكوها أن يسلكوا الطريق الصحيح، وأن يسلكوا الطريق التي يجب أن يسيروا فيها. وأيضا السمع لا ينقل الأسماء الأخبار السيئة، وإذا سمعوا خبر سيء يدخل من أذن والأذن الثانية توقفه، ولكن الكشاف أن ينشر الخبر السار والخبر الجيد. وفي الختام الحاسة السادسة: أن يشعر الإنسان مع الشخص الآخر بدون ما يتكلم، بدون من خلال النظرة يفهم ماذا يريد. وهنا تكون الجماعة المسيحية مجموعة الكشاف جماعة متضامنة ومتحدة. وألقى الأمين العام لكشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن القائد طارق مسلم كلمة تشجيعية للأفراد ولكل الداعمين للمخيم، وأثنى على جهود فضائية نورسات فيما تقوم به من دعم للمجموعة في تغطية الأحداث المستمرة طوال العام. المخيم هو عنوانه أنه الوعد اللي بيجمع كل الفعاليات الموجودة عندنا والشباب الموجودين عندنا في المجموعات، لأنه هذه المجموعات هي في عندنا من المفرج، في عندنا من مرج الحمام، من الهاشمي، من إربد، من المسلمات، فهم وعدوا بعض كل مخيم يرجعوا يتلاقوا، فقرروا يسموا هاي السنة وعدنا يجمعنا. وإن شاء الله يعني المخيم هلا قائم على تدريبات لهم كشفية وعملية، راح يكون في عنا تدريبات، راح يكون في عنا محاضرات مفيدة لهم في المجتمع، راح يكون في لهم أعمال ريادة اللي هي حياة الخلاء تاعت شب الكشاف وفرد الكشاف، إنه يكون في له حياة الخلاء وكيف يطبق حياة الخلاء. وإن شاء الله إنهم ينبسطوا ونقدر نوصل رسالتنا اللي حاملينها لهدول الأطفال يقدر هم يستمروا فيها. ودائما نحب نشكر أهليهم، نشكر كنيستنا، ونشكر الخوارن القائمين معانا وداعميننا دائما، ونحب كثير نشكر نور فضائية نورسات اللي دائما بتغطينا حتى في مخيماتنا بتغطينا إياهم عالميا. هذا المخيم تحت عنوان وعدنا يجمعنا، دائما الحركة الكشفية بتجمعنا كلنا تحت هدف واحد ومسمى واحد. تعلم بهذا من هذا المخيم انه نحب بعض البعض، نعمل اشياء، نتعلم اشياء كشفيه، ونكون يد واحده. ووقت ما رفعنا العلم كنا دائره واحده، وكان في 3 اشخاص عشان 2 بيساعدوا الواحد انه يرفع العلم. هذا المخيم كثير استفدنا منه، القياده كثير ما قصرت صراحه معنا، وبشكر جميع القياده اللي خلتنا كنا أشخاص زيدين، وبتعلمنا الكشاف كثير أشياء، وإن شاء الله أنه نستفيد من هذا المخيم اليوم. وخلال انعقاد المخيم قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة تفقدية اطلع فيها على نشاطات وفعاليات اللقاء، مقدما كلمة روحية للفرق الكشفية، كما حضر سيادته فعاليات اختتام المخيم مانحا بركته للأفراد والقادة المشاركين. سعيد جدا جدا بزيارة المخيم الصيفي للكشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك. حبيت التقي معهم بالمخيم مع كل الشباب والصبايا، حب وجه لهم كلمة شكر للكشافة والمرشدات الأبرشية على هذا التجمع، فوق 150 شاب وصبية مجتمعين بهالمخيم، نشكر الله عليهم. بحب أقول لهم شكرا على تعبكم، شكرا على محبتكم، شكرا على هالجهد اللي عم ينبذل. وبحب اقول كمان كلمه شكر لكل المؤسسات اللي ساعدت في نجاح هذا المخيم الصيفي للشباب والصبايا في الأبرشية.
شكرا على كل شيء. بهمنا انه يكون عندنا محل مشان يجتمعوا فيها الشباب والصبايا الكشافه والمرشدات، وخصوصا نقدر نأمن مكان من اجل المخيمات. فكرنا ببلدة شطنة، عندنا هناك كنيسة وعندنا قاعة، وفوق القاعة ممكن نعمل شيء آخر، ولكن كله قيد الدراسي حتى نقدر نبني شيء خاص بالمخيمات يستخدموا الكشافي والشبيبي معا من أجل اللقاءات الصيفية، من أجل الاجتماعات، وبكون بالوقت ذاته نوع من الإنعاش لهذه البلدة المسيحية اللي صاروا عدد السكان فيها قليل جدا جدا. احتفلت سفارة الجمهورية الإيطالية لدى الأردن بالعيد الوطني الإيطالي بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المدعوين. وبعد عزف السلام الملكي والوطني للبلدين، ألقى السفير الإيطالي جيوفاني براوزي كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات التي تربط الأردن وإيطاليا في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيطالي إلى المملكة والتقى فيها جلالة الملك عبد الله الثاني. إن هذا هو آخر احتفال لنا بالعيد الوطني الإيطالي في الأردن. سنعود إلى روما في شهر أيلول. سنعود إلى روما في شهر أيلول. وبهذا نكون قد عينا مسيرة ثلاثة. وبهذا نكون قد أنهينا مسيرة 3 سنوات. ستبقى لنا ذكرى نحملها في قلوبنا. وكان لدينا شرف بأن قمنا بكتابتي. وكان لدينا الشرف بأن قمنا بكتابة تاريخ مشترك مع بعضنا البعض. كان لدينا الشرف بأن عشنا في بقعة من الأرض المقدسة. قمنا بالمشاهد مع حماتي في ماشا رياهما والتقينا بشكاز رهين. قمنا بالمساهمة في مشاريع هامة والتقينا بأشخاص رائعين. أنشينا صدق صدقت ولا مزنا كرام الشبيل الأردني وعيشنا بميل إتهرام كرامات الإنسان. أنشأنا صدقات ولمسنا كرم الشعب الأردني وعشنا بميل إحترام كرامة الإنسان. نشكركم جميعاً، عاش إيطاليا وعاش الأردن. نشكركم جميعاً، عاش إيطاليا وعاش الأردن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية يزور الرعية في مدينة السلط. المطران جوزيف جبارة في زيارة لمكتب نورسات الأردن. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.